قدرات العراق البشرية والاقتصادية، مؤكدين أن العمليات العسكرية في الأنبار تحمل نزاعات ونوايا انتخابية وستكلف العراق قدرات بشرية واقتصادية. المتابعون للمشهد السياسي العراقي شددوا على أن الحكومة باتت تتفرد بدون رادع بإدارة ثروات البلد واتخاذ القرارات، منوهنا إلى أن عسكرة المجتمع ستعيد العراق إلى المربع الأول. يشار خالد تابع الموضوع عن كذب وعد تقريرا بهذا الموضوع. حذر متابعون للشأن السياسي العراقي من الانهيار الاقتصادي في البلد بسبب انفراد الحكومة الاتحادية في اتخاذ القرارات السياسية وعسكرة المجتمع وإقحام المؤسسة العسكرية في العمليات السياسية والدخول في أتون حروب طويلة الأمد لا تحمد عقبة. حتى لو كانت القضية ربما تقف خلفها نوايا انتخابية أو نزعات انتخابية، ولكن الانتخابات وتقديم الذات للرأي العام العراقي لا يكون عبر افتعال هذه الأزمات، لا سيما وأن الكلف الباهظة التي تتحملها ميزانية الدولة فضلا عن أنه ما لم تلتب القدرات العسكرية في إطار حروب الاستنزاف أو حروب طويلة الأمد، معنى ذلك أننا نذهب باتجاه استنزاف قدرات البلد سواء كانت البشرية أو المادية، فضلا عن تعطيل لمرحلة تنمية ومرحلة أعمار ومرحلة الذهاب باتجاه إلى أن يكون العراق جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية المحيط الإقليمي. الآن نجد أن الثروات ثروة البلد تهدر بطريقة دون أن يكون هناك رادع من قبل بقية الشركاء، فضلا عن أن الشراكة اليوم ما عادت هناك شراكة سياسية. ناشطون في منظمات المجتمع المدني في كركوك عزوا سبب العمليات العسكرية في الفلوجة ومناطق أخرى إلى محاولة إرضاء فئة معينة من الشارع العراقي وتهميش فئات أخرى شركاء أساسيين في العملية السياسية في العراق الجديد. على الرغم من العمليات الأخيرة والعمليات العسكرية ضد داعش وما يقوم به الحكومة العراقية في فلوجة وسليمان باك، وهي عمليات مشروعة ضد الإرهاب، ولكن من منظور آخر هذه العمليات كلفت العراق ملايين الدولارات في حربها ضد الإرهاب، ولم تحسم ولم تنهي هذه العمليات في الوقت المناسب. لذا هذه العمليات، هذه المداهمات والعمليات العسكرية ليست إلا هي تصدير أزمات لإقليم كردستان ولبقية المناطق، وكذلك حكومة المالكي يقوم بهذه العمليات على أساس ترضية الشارع الشيعي. لذا إذا استمرت هذه العمليات خلال الآونة الأخيرة واستمرت هذه العمليات خلال هذه الفترة، نرى أن العراق يكون على باب الإفلاس، والوضع الحالي والوضع الاقتصادي الحالي في العراق لا يحتاج إلى صرف أموال ومبالغ هائلة في القضايا العسكرية، وإنما صرف أموال لإعادة الهيئة والبنية التحتية للعراق والمشاريع وكذلك بناء المؤسسات. على الرغم من صرف المبالغ للعمليات العسكرية هناك أضرار في سليمان باك وفلوجة، فعلى الحكومة العراقية تعويضها. لذا هذه العمليات والمداهمات يحتاج إلى وقت مناسب ومدة زمنية لإنهائها وعدم صرف أموال طائلة من ميزانية العراق لكي لا يكون العراق على حافة الإفلاس. تكرار أخطاء النظام البائد الذي أقحم المؤسسة العسكرية في حروب وصراعات داخلية لن تجلب للبلاد إلا الدمار والخراب. يشار خالد، فضائية كركوك. على الصعيد الأمني، أطلق إرهابيون صاروخين من خلف مدينة ألعاب كركوك باتجاه وسط المدينة اليوم، وقال مصدر أمني